السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. اليوم نتعلموا طرق الكلام بطلاقة باللغة الإنجليزية. الطرق هذوما نقسمهم على شهور. والطريقة الأولانية هي مشاهدة الأفلام ولا المسلسلات المفضلة لديكم باللغة الإنجليزية لكن بدون ترجمة من الجهة السفلى. وعلاش نطلب منكم هذا الشيء؟ باش تعودوا الأذن ديالكم تسمع اللغة الإنجليزية. نطلب منكم تشوفوا كل يوم فيلم أو حلقة أو حلقتين من المسلسل ديالكم المفضل. هكذا الأذن ديالكم تتعود على سماع اللغة الإنجليزية وفهم الكلمات المنطوقة في ذلك الفيلم أو ذلك المسلسل. الطريقة الثانية التي نديرها في الشهر الثاني وهي مشاهدة الأفلام أو المسلسلات لكن هذه الخطرة بالكتابة من الجهة السفلى، لكن ماشي بلغتك الأم اللي هي العربية أو الفرنسية بل باللغة الإنجليزية. هي واش يقول الممثل في الفيلم أو في المسلسل، تكتب باللغة الإنجليزية من الجهة السفلى. أنت ما عليك إلا تسمع طريقة نطقه وتقرأ واش راهو يقول وتعاود موراه. كي تكون جملة من الممثل أقراها معاه وعاودها معاه، هكذا باش تشوف طريقة نطقك نتاعك. الطريقة الثالثة اللي نستعملوها هذه بعد 3 أشهر وانت راك تدرب على النطق باللغة الإنجليزية هي قراءة الكتب أو الجرائد باللغة الإنجليزية. وكي ما تفهمش كلمة سطل عليها بقلم الرصاص، حوس عليها في الفهرس وكتب المعنى ديالها في الجهة السفلى من الكتاب أو على ورقة بيضاء. الطريقة الرابعة والأخيرة هي الكلام مع صديق أو أبوك أو أخوك باللغة الإنجليزية أو زميلك في العمل. إذا ما لقيت مع من تتكلم، تقدر تتكلم مع نفسك وتقول وش راك راح دير في هذاك اليوم ديالك. إذا أعجبتك هذا الفيديو ما تنساش تشاركنا في الفيديو وتضغط على زر الجرس هكذا باش يلحقك كل جديد على هذه القناة. خلينا انجام هكذا باش تشجعنا، وتعليق في الجهة السفلى هكذا تخلينا وش راك حاب تشوف في الفيديو القادمة إن شاء الله. سلام.